أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الجديد على قناة الحياة، وحنسميه المجلة السعودية. واحد منكم ممكن يسأل نفسه ويقول إيش قاعد يسوي هذا هنا؟ الجواب بكل بساطة إني أصبحت من أتباع السيد المسيح تبارك اسمه. معكم الدكتور خالد الشمري. وأخيراً صار لنا برنامج خاص فينا حنا السعوديين. البرنامج يتألف من التأمل اليومي، وهو ناخذ لنا آية من الكتاب المقدس أو آيتين ونتأمل فيها، نشوف إيش الرب يبغى يتكلم معنا ويقول لنا. بعدين نبغى ناخذ صلاة، نصلي من أجل بلادنا، نعرض كل يوم كل حلقة مدينة، الرياض، جدة، مكة، ونصلي لهذه المدينة ونشوف إيش الرب يبغى يتكلم معنا بخصوص هذه المدينة. بعدين حناخذ جزء من فيلم يسوع المسيح ونشوف إيش الفيلم هذا، إيش الرسالة اللي يبغى يتكلم معنا الرب فيها من خلال الفيلم. بعدين حنمشي على خطوات المسيح، حنروح سوا على الأماكن الفعلية اللي كان المسيح يفعل فيها المعجزات، وين اتولد، وين اتصلب، وكل هذه الأحداث اللي بالإنجيل حنمر عليها ونشوفها ونشوف إيش كان الرب هدفه منها. بعدين حندخل بأنشودة. هذه الأنشودة يعني بالعالم المسيحي يسموها ترنيمة دينية أو أغنية روحية، ونشوف أحيانا الرب يتكلم معنا من خلال الترانيم. بعدين حندخل وهذه اللحظة اللي هي حتكون جديدة، اختبارات السعوديين. إيش يعني اختبار؟ اختبار يعني واحد مسلم صار مسيحي، فنبغى نعرف إيش السبب اللي قاده. كل واحد يتكلم معه الرب بطريقة مختلفة. وأخيرا نختم في كلمة اليوم. كلمة اليوم عبارة عن تأمل، يشوف إيش الرب يسوع المسيح يبغى يقول لنا. زي ما قلت لكم يا أخواني، أنا مثلكم تولدت بالسعودية بجدة، ودرست الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ودخلت بعدين جامعة الملك عبد العزيز، وتخرجت كلية العلوم بتقدير جيد جدا. اشتغلت بمكة بالصحة المدرسية سنتين، بعدين نقلت للصحة المدرسية بجدة، وأثناء دراسة عملي كنت بدرس للماجستير، وحصلت على الماجستير بتقدير بامتياز مع مرتبة الشرف. بعدين كنت أسافر للخارج وتعرفت على شوية مبشرين قاعدوا يدعوني للمسيحية، فأنا قلت لا، هذا شرك، أنا مسلم موحد. فقالوا لي صلي أنت وما أدري إيش، فقلت طيب أصلي بطريقتي مش بطريقتكم. فصرت أصلي: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وهذه الدعوة كلنا نعرفها. سألوني تاني يوم ايش صار معك؟ صراحة ولا شيء، بس بلحظتها قاعد أفكر بيني وبين نفسي، ليش احنا ندعو هذا الدعاء إذا كان احنا ماشيين بالطريق الصحيح؟ ما في داعي منه. فما صار شيء، ورجعت على البلاد وتعامل هناك معايا الرب يسوع أو عيسى تبارك اسمه بطريقة عجيبة. هو قادني أني أقرأ الكتاب المقدس، فصرت أقرأ عن أعمال المسيح في الكتاب المقدس في الإنجيل، فلقيت أنه في 4 أناجيل وكلها تشهد شهادة واحدة، زي كأنه في 4 شهود عن قصة واحدة، بس كل واحد يأخذها من زاوية. وبعدين قلت إيش هذا الكلام؟ كلام ممتاز. يعني مثلا خلينا نقارن عن اللي تعلمناه، يعني شيء غير اللي كنا نقراه، شيء جدا مختلف إيجابي. وكان قصة مثلا الأعمى لما جاء لعند المسيح وفتح له عيونه. الله، طيب في كمان الزانية
هديك احنا نعرف قصة الزانية اللي جات لعند رسول الإسلام واعترفت، قالت له أنا زنيت، وبعدين يعني قال ما سمعتك ما سمعتك ما سمعتك، بالأخير رجمها. أما هديك اللي عند المسيح لا، ما جات اعترفت، ما جات تائبة، إيش اللي سوته؟ هم جابوها حطوها عند المسيح، قالوا لها قالوا له هذه زنت، إيش بنسوي فيها؟ فإذا قال نحط عليها الحد الشرعي ونرجمها، ساعتها حيقولوا طيب ما جبت شيء جديد، موسى قالها قبلك، وإذا قال سامحوها يقول أنت جاي تكسر شريعة موسى، فراح قال لهم من منكم بلا خطية فليرميها بحجر. هذه البنت صارت قديسة وخدمت الديانة المسيحية بشكل يفوق الخيال. هذا هو العمل اللي يغير الإنسان. المسيح يتعامل معنا برقة وبحنان، لأنه ما بيقول لك أنت لازم تسوي، هو يبغاك تسوي هذا الشيء من قلبك من محبة. أخوي المشاهد، أختي المشاهدة، هذا البرنامج مخصص ليكم وليا، احنا سعوديين. انا استمتعت وعشت مع المسيح ومعاي حبه حبه ماشي، ودرجه درجه، ويطلعني معه شويه شويه لفوق. انا ودي انكم تجوا معي وتستمتعوا. انتوا كنتوا تبوا تقتلوني بحكم الشرع الارتداد، هذا عقوبه المرتد، اما انا بادل القتل بالمحبة. وصرت أقارن، وصرت أتفرج، وصرت أمشي مع رب خطوة بخطوة وحبة بحبة. بعدين راح قادني، لأنه أنا اختباري يعتمد على الأحياء، الرب يتكلم معي باللغة هذه اللي أفهمها، كل واحد حيتكلم معه باللغة اللي يفهمها. أنا كنت بيوم من الأيام قاعد ورا شاشة التلفزيون تماما زي ما انت يا اخوي المشاهد، تماما زي ما انت يا اختي المشاهدة جالسين الان وتسمعوا صوتي. انا كنت جالس نفس الجلسة دي، وكنت اتفرج على نفس القناة دي، قناة الحياة، وكانت في وحدة تطلع على القناة اسمها الاخت جويس ماير، وكانت تتكلم، وسمعت الكلمة دي. هذه الكلمة هي اللي وجهتني ان اروح وكمل دراستي وأدرس الدكتوراة، ودرست ونجحت وتخرجت وبتقدير حلو. أنا مستمتع يا أخوي المشاهد وأختي المشاهدة، أبغاك تستمتع زي ما أنا سمعت صوت الرب وطعت وأخذت كل البركات. ودي إنكم تسمعوا صوت الرب من خلال هذه القناة، من خلال وعظة، ممكن من خلال شريط إخباري تحت القناة عم تقرأ، يتكلم معك الرب. يعني يقولوا عننا إحنا إنه خونة لما نصير واحد يترك دينه ودين أهله وعشيرته وقبيلته ويصير مسيحي هذا خاين. لا حبيبي، هذا مش صحيح، إحنا مش خونة. الواحد لما يقبل المسيح يصير وطني أكثر. ليش؟ لأنه المسيح يعلمنا المحبة، محبة الوطن، يعلمنا محبة الإخوة، لأنه إحنا يقول لك أحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك، هذا تعليم المسيح. مش معقول أنا أخذ المتعة هذه اللي أخذها مع المسيح وخبيها لنفسي، لا هذا ما يصير. المسيح يقول لك لا، خذ البركة وأعطي للآخرين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا، وهذا اللي دعانا له المسيح. أخواني، رسالتي لكم أحبابي أنه تسمعوا للصوت الداخلي فيكم اللي الآن عم تسمعوه، ويقول لك افتح لي، اسمع صوتي. مين عم يتكلم معك؟ مين اللي واقف على الباب يقرأ؟ السيد المسيح. هو ما عنده فرض، ما عنده إجبار زي ما كنا متعودين زمان، لكن يقول لك أنا واقف على الباب وأقرأ، اللي يفتح لي أدخل وأتعشى عنده، يعني يدخل بشركة معك.
أدعوكم بكل قوة أنه تسمعوا لهذا الصوت وتفتحوا الباب. والآن بعد ما قصيت عليكم اختباري اليوم يمكن الرب يكلمك. خلك شجاع أحبائي المشاهدين. والحين جاء وقت التأمل. التأمل اللي هو إحنا المسيحيين نقول تأمل يعني التفكر أو التدبر. نبغى نتفكر ونتدبر في الصليب. الصليب فيه وجهين متضادين. وجه يبين قساوة الإنسان اللي أخذ البار بدون أي ذنب وصلبه ربنا يسوع المسيح. والوجه الثاني يبين محبة يسوع المسيح لك وليكي. هو اختار أنه يحمل لأنه عادل كلي العدالة. اختار أنه يحمل كل الخطية على نفسه وشالها عنك وعنك. تعال إلى المسيح الآن. هو بحبك. هو بحبك يا أختي يا أخويا. أنا مستمتع برفقة المسيح وحابب أنه أشارك متعتي معاكم. حبايبي تعالوا نسمع كلمة الرب في المزمور. المزمور اللي هو الزبور من مزامير داود. تعالوا نسمع. إلى متى يا رب تنساني؟ هل لبت؟ إلى متى أرعى هموم في نفسي وحزن في قلبي كل يوم؟ إلى متى يتطاول عدوي علي؟ طالع في يا رب إلهي واستجب لي. نور عيوني علشان ما أنام نومة الموت. فيقول عدوي قد قهرته ويفرح عدويني بطيحتي. غير أني توكلت على رحمتك فيفرح قلبي فعلا بخلاصك. أرنم للرب لأنه غمرني بإحسانه الكثير. قال الجاهل في قلبه ما فيه إله. قد افسدوا الناس وسووا الموبقات وما فيه بينهم من يسوي الصلاح. طالع الرب على بني آدم علشان يشوف هل هناك أي فاهم يطلب الله. فإذا كلهم ظلوا جميع كلهم افسدوا وما فيه بينهم من يسوي الصلاح ولا واحد. ما فيه عند اللي يفعلون الإثم معرفة. هذوليك اللي يأكلون شعبي مثل ما يأكلون خبز والرب ما يطلبون. هناك جاء عليهم خوف عظيم لأن الله في جماعة الأبرار. اتسفهون راي المسكين لأنه خلى الله ملجأ له. يا رب من يقعد في مسكنك ومن يجي إلى جبلك المقدس؟ السالك بالاستقامة الصانع البر والصادق القلب اللي ما يشوه سمعة الآخرين وما يسيء لصاحبه وما يجيب القريبه عار. يحتقر الأراذل ويكرم اللي يخافون الله. ما يخالف حلفانه ولو فيه أذى له. ما يستثمر ماله بالربا وما ياخذ رشوة علشان يضر البري. اللي يسوي هذا ما يتزعزع أبد. هللويا. سبحي يا نفسي الرب. أسبح الرب ما دامني حي وأنشد لإلهي ما دامني موجود. لا تتوكلون على الرؤساء ولا على ابن آدم اللي ما يقدر أنه يخلصكم. تنطلق روحه منه فيرجع لترابه وعندها تندثر تدابيره. يا سعده اللي يكون إله يعقوب معينه ورجاه فرب إلهه. خالق السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها. الأمين للبد. منصف المظلومين ورازق الجاعانين طعام. يحرر الرب المأسورين.
الرب يفتح عيون العميان، الرب يقوم المنحنين، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغربة، يعضد اليتامى والأرامل، ولكنه يحبط مساعي الأشرار. الرب يملك للأبد. في أنشودة دينية بعنوان لا تأجل، لا تأجل التوبة، وارجع لربك عجل، أيامك محسوبة، اكسب حياتك قبل مماتك، ارجع لربك عجل، لا تأجل التوبة. خلنا نسمع مع بعض. ارجع لربك عجل، لا تأجل، لا تأجل. بسرعة اليوم، لا تقول برجع بكرة، بكرة ما هو معلوم، من في نظامنا عمره. ارجع بسرعة اليوم، لا تقول برجع بكرة، بكرة ما هو معلوم، من في نظامنا عمره. يكفي ما فاتك تكسب حياتك قبل مماتك، اكسب حياتك قبل مماتك، وارجع لربك عجل، لا تأجل، لا تأجل. ابنه محبوب غالي عقلب الله، لحظة اللي فيها تتوب كل اللي فات ينسى. انت ابنه محبوب غالي عقلب الله، لحظة اللي فيها تتوب كل اللي فات ينسى. اختار نجاتك تكسب حياتك قبل مماتك، اكسب حياتك قبل مماتك، وارجع لربك عجل، لا تأجل، لا 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 تأجل. لا تأجل، لا تأجل التوبة، وارجع لربك عجل، أيامك محسوبة. تكسب
حياتك قبل مماتك، تكسب حياتك قبل مماتك. ارجع لربك عجل، لا تأجل لا تأجل لا تأجل. في فترة صغيرة، في فترة قصيرة مرة، حفظت 3/4 القرآن تقريبا. أسمع في محاضرات وأشرطة دينية وأناشيد. خلصت الثانوية بعد كده ودخلت كلية العلوم الصحية. طبعا التعليم ما هو اختلاط، بس في الكليات الصحية يختلطوا البنات بالأولاد لما ينزلوا التدريب العملي في المستشفى. صاروا يطلعوا مع بعض، يتعرفوا مع بعض، يتكلموا مع بعض، ياخذوا أرقام بعض. هذه الحاجات أنا حسيت لا هذا غلط. في حاجة وقفتني، في شيء، في خط ما قدرت أعديه. فصرت أفكر إيش اللي بالضبط وقفني. فقلت أكيد يكون هذا الخلفية الدينية حقتي، لأني كنت متدينة. عندنا في السعودية جائزة منظمها وزارة الداخلية لخدمة الإسلام، فكانت فكرة الجائزة أنه نبين للغرب الوسطية في الإسلام، نخاطب عقولهم عشان نمحي تهمة الإرهاب عن الإسلام. فأنا قلت هذا بالضبط أنا نشاطي، هذا الموضوع اللي أنا مهتمة به وشاغلني. فعشان أثبت هذه فكرتي قلت أنا رح أعمل دراسة حالات حقيقية لناس كانوا متطرفين في الإسلام، ونتيجة لهذا التطرف اللي هم كانوا فيه انتقلوا مباشرة للتطرف خارج عن التدين. واحد من أم سعودية وأب سوداني تحول للمسيحية. فقلت هذه حالة مثالية للبحث حقي. فحطيت اسمه في منتدى من منتديات السودانيين في السعودية، فأعطوني موقع سوداني هو يكتب فيه، وعرفت نفسي. قلت له أنا باحثة إسلامية وقاعدة أعمل بحث أبغى أثبت فيه إنه الإسلام مو دين تطرف. قال لي ايش تبغى تعرفه بالضبط؟ قلت له ابغى اعرف انت ليش سبت الاسلام. قال لي انا سبت الاسلام لانه دين يدعو الى القتل واحتقار الاخر والارهاب. قلت له استنى قبل لا تكمل، انا هذه الفكره بالضبط اللي ابغى اثبت عكسها. فقال لي دحين كل الايات، كل ايات القتل والارهاب هذه اللي في القران. قلت له لحظه، كل ايات القتل هذه اللي في القران نزلت في وقت حرب. فحط لي ايه وقال لي، قبل لا يحط الايه قال لي شوفي دحين هذه الايه يستحيل راح اشوف راح تقولي لي في اي حرب. هذه كانت الايه في سوره التوبه، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد. حاولت أتذكر بسرعة أول ما حط الآية هذه في أي حرب، إيه سبب النزول؟ ما أتذكر. تؤمن بسيرة ابن هشام؟ قلت أيوه. يقول حديث أم قرفة، الحديث يقول لك حرمة عجوزة 100 وشوية عمرها ما كانت تحب محمد، كانت طالعة ونازلة في المدينة تسب فيه، فرسل لها 2 من الصحابة ربطوا رجل واحدة من رجولها في جمل والرجل الثانية في جمل، وأطلقوا الجملين في اتجاه معاكس، الحرمة انشقت من النص. خلصت من الحوار من الانترنت على طول على المكتبة أدور على الآية، على أسباب نزولها، على تفسيرها، ولا واحد فيهم قال لي أي حرب هذه. دورت في سيرة ابن هشام الباب اللي قال عليه
لقيت حديث أم قرفة حصل لي إحباط مو طبيعي. فرجعت النت لقيته مستني هناك، قال لي ها لقيتي جواب للآية والحديث. فقلت طبعا انت دحين سايب الحاجات اللي في الإسلام كلها، كل السماحة، كل الأخلاق، كل المعاني السامية وحلاوة الإسلام سايبها وماسك لي في آية وحديث، كيف اقتنعت للسخافة اللي في الدين اللي انت رايح له؟ دين ما يدخل العقل، إيش الله ثلاثة؟ وإيش اللي ماسكين لي إنجيل محرف قولوا هو كلام ربنا؟ أعطاني كم رابط مواقع كانت متقفلة بس واحد فيهم كان مفتوح، يقول أحباءنا المسلمين يعتقدوا إننا نؤمن بثلاثة آلهة، إحنا ما نؤمن بثلاثة آلهة، إحنا نؤمن بإله واحد. الشمس قرص الشمس، حرارة الشمس وأشعة الشمس نورها، فلما الواحد ياخذ له حروق شمس ولا ينحرق من الشمس، هذه حرارة الشمس اللي حرقته مو قرص الشمس، مو الكوكب. ولما الإنسان يفتح الشباك يقول خلي الشمس تدخل، هذا مو قرص الشمس راح يجي يدخل له في البيت، هذا نور الشمس اللي بيدخل. فعندنا دحين الشمس القرص، الشمس الحرارة، والشمس النور، وهدول الثلاثة كلهم واحد. احنا عندنا الآب والابن والروح القدس، هدول الثلاثة كلهم شيء واحد. أعزائي المشاهدين، أتمنى أنه تكونوا استمتعتوا زي ما أنا استمتعت، وإذا كنت استمتعت زي ما أنا استمتعت أخبر أصدقائك عن هذا البرنامج، وإذا كان عندك سؤال احنا هنكون سعيدين جدا أن نجاوب عليه. تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي اللي هتشوفها على الشاشة الآن. أراكم مرة أخرى في الحلقات القادمة، وإلى اللقاء، معكم خالد الشمري.